طب قول الو 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 استاذ فاضل، الو اهلا الو ايوه يا استاذ، اهلا يا استاذي. ايه الحلاوه دي؟ والله ده انا مبسوط. على فكره انا كنت بتغاظ من خالد في حاجه، ايه بقى؟ انه اولا بيكتب اسمه صغير جدا، ودي ليه يا ابني؟ ده المخرج ده هو يعني مش ممكن، ما ودي حاجه هو ما تسقش. وبعدين مش غاوي اعلام يا جماعه، بتقول خالص، اعلام، الاعلام مش عشان انت تشتهر، بالعكس انت عايز توصل افكارك ده للناس مكسوف، وتوصلك. ده اه مكسوف، يعني ما انا فين، ما انا مكسوف اهو، ما انا قاعد معاهم. مكسوف، ومش عايز، وعمال اجيبه يمين واجيبه عادي شمال. ليه؟ ده امتى انت اللقاء عامل يخلص؟ اعمال، والله ده انا سعيد سعاده لا يتخيلها. شرف ايه شرف اكتر شرف اكتر ليا يا حاجه استاذي. لفت نظر لا والله، حضرتك لا بصي، في لان كامل هو العدد باعتباره بصي الاحدث يعني ببساطه شديده، بدون ما احنا في مجال مش مجاملات. صح، اولا خالد يعني اللي ايه حصل كده، عارفه في صمت كان بيذاكر من غير ما يقول لحد. اولا هو مثقف يعني، وده ميزه لابد انها تبقى موجوده في اي مخرج، ولولا الثقافة اللي هو بيتميز بيها، ثقافة يعني بيقرأ في كل حاجة، بيقرأ في الرواية وفي المسرح وفي فالثقافة، المخرج اللي من غير ثقافة هيبقى حرفي بس، ده مش حقيقي. هيعرف لا يختار نص ولا يختار ممثل ولا يختار رسالة. على فكرة كل الأعمال اللي هو عملها، لو أنا مش ناقد طبعا، لكن ممكن حد هتلاقي فيه رسالة بتوصل، لازم فيه رسالة. ما فيش حاجة اسمها بيضحك وبيعمل حاجات عظيمة جدا، لكن في رسالة، وده لأن في عندنا ثقافة وفي وعي وفي لأنه حكمة. يعني من غير ما يبقى. وكمان الميزة في خالد إنه إيه، يعني مش اللي هو بإيه واخدها بتعقيد، لا لا لا، ده ببساطة هو حاسس اجتماعيا. يعني هو ممكن يقول لك أنا ماليش في السياسة، لا ده أنت بتعمل سياسة. سياسة يعني إيه؟ إن المجتمع مجتمع محتاج للقضية الفلانية، فأنت حاسسها فبتقدمها، وأنت مش قاصد، أنت مش متعمد ده، وده ميزة كبيرة جدا جاية من الثقافة. أما بقى التطور الحرفي أو التكنيكي لخالد، فده ليه؟ لأنه عنده ذكاءه العام عالي جدا، فهو كده في صمت عمال يراكم حاجات، يراكم حاجات، بحيث نحس إن عنده زي ما بيقولوا كريشندو أو تصاعد من أول عمل قدمه لحد دلوقتي. يعني أنا حاليا بيتذاع له الوصية مثلا، بتعاد على إحدى القنوات. الوصية لا روعة، أكرم شوفي الوصية حسني عظيمة جدا، وعجبني، لكن من لما أنجح أقول المسلسلات أما الكوميدية. أقول كامل العدد، لا يبقى كامل العدد فيه تطور بالنسبة له، وده أهم حاجة عند المخرج على فكرة، إنه ما يقفش عند بداية ناجحة، لأنه لو ركن جنبها مش هيعمل غيرها خلاص. إن لكن كل عمل أنجح من خالد على الأحدث فكرة من نوع أنجح من برضه، اللي قبله. يمكن هو بيقول ايه خد مني ايه، لا هو خد باللا شعور انه الو ايوه احنا سامعينك. سامعين حضرتك. ان العمل اللي بيخلص خلاص ده خلص، ماليش ما دعوه بيه بتفكرش بقى. فيه تاني خلاص. يعني ودي ده الحمد لله دي موجوده عندي من زمان قوي، فهو باللا شعور خدها، يعني مش لازم مباشر طبعا. طب استاذ فاضل، خالد زعلان ان هو مصنف كوميدي، وانا نفسي ان هو يفضل كوميدي ما يعملش حاجه لا تانية. هو لا انت لا شايف هو ايه؟ بصي خالد على فكره ممكن يبقى، وبعدين على فكره له في السيناريو، يعني انا مش عايز اقول اما هو في قال ان هو مسلسل، اخدها من حضرتك. لا له في السيناريو يعني الكتابه، يعني ممكن قوي في مسلسل مسلسلات كان مساعد معايا، مش هقول اسم مسلسل طبعا، ولكن يعني اكاد اقول في مشاهد كامله كان اتزنق، فاقول له النبي يا خالد اكتب فابص لنا الاقيه يكتب، يعني عنده اي شيء. حس التاليف. لا لو ان هو مش عايز يبقى مؤلف، يعني هو طب تكتب لنفسك، يقول لك لا انا مش عايز اكتب، لانه كمان بيشاهد افلام كتير، افلام اجنبيه طبعا وكده، لكن يعني قدر يثقف نفسه. هو راجل يعني خريج اقتصاد او خريج هو تجاره، شخص واضح جدا ان هو شاطر، يعني من شاطر، حد شاطر، ربنا مديله موهبة الشطارة. وبعدين من النوع اللي هو الشغل بالنسبه له هو المرتبه الاولى، ودي احد عيوبي برضه. اذا اعتبرناها احد العيوب الحياتيه، لا الشغل، شغل فعلا. ادمان العمل، ربنا يعني واضح يبارك كمان في صحتك وفي عمرك، وشكرا جزيلا استاذ محمد فاضل.